السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله النهاردة محاضرة بسيطة على الناس ومحاضرة سهلة من برنامج مايكروسوفت أكسس. بداية كده أنا عايز أوريكم حاجة. طيب، هو أصلا برنامج مايكروسوفت أكسس هو مختص بإيه؟ قواعد البيانات. ده مثال على قاعدة البيانات، هو سهل وبسيط. كل الحكاية أنا بس بكتب اللي أنا عايزه في قاعدة البيانات. لو جيت رحت على وضع الديزاين فيو، أنا أول حاجة وضع بكون متواجد فيه هو وضع الديزاين فيو، وبعد كده بروح على وضع الداتا شيت فيو وابتدي أكتب البيانات بتاعتي. أنا كده دخلت قاعدة بيانات بكل بساطة وبكل سهولة. طيب، عندي في حاجة اسمها ال RDM ال RDBMS اللي هو Relationship Database Management System، نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية اللي هو Relationship. تعالوا كده ندخل مع بعض برنامج Access. احنا قلنا أول وضع بتواجد فيه هو وضع الديزاين فيو. طيب، انا قلت هنا مثلا ورحت كتبت مثلا هنا الاي دي مثلا فازر، يعني الاي دي بتاع الاب. فالاي دي احنا قلنا بنختار اوتو نمبر. طيب، هاجي بعد كده هختار مثلا فازر ايج عمر الأب، العمر بس الأول أختار الاسم. خلينا ماشيين واحدة واحدة. أدي نيم، احنا قلنا الاسم شورت تكست. بعد كده الفازر ايج اللي هو عمر الأب، فالعمر هختار نمبر. انا هكتفي بكده في مثلا التيبل بتاع الاب، هروح اعمل له حفظ واروح اقفله واروح اعمل تيبل تاني. سميه مثلا الابن. هنا الـ ID son. هاجي بعد كده هختار مثلا son name. الصن نيم قلنا هنختار الشورت تكست. بعد كده الصن ايج، طيب صن ايج. هختار هنا ال اي فازر وهقول لكم ليه. بعد كده اعمل له حفظ
بعد كده اعمل له كلوز. خلاص انا اتاكد ان انا جاي في الاثنين، يعني الجدول بتاع الاب وجدول الابن انا قافلهم. بروح على حاجه اسمها الداتابيز تولز، داتابيز تولز، وهختار منها حاجه اسمها ريليشن شيب اللي هو العلاقات. في الجنب ظهر معايا ايه؟ ظهر معايا جدولين، جدول الاب وجدول الابن. هضغط على جدول الاب وادوس على حاجه اسمها اد سيلكتد تيبل، يعني اضافه. هضغط على جدول الابن وادوس برضو على اد او اضافه. كده انا ضفت الاثنين اهو. بس قبل ما اضيفهم في غلطه احنا عملناها، واخدين بالكم من كلمة اي دي فازر مكتوبة ازاي؟ هروح في الابن بنفس القصة، اي دي فازر. المسافة هتفرق؟ اه هتفرق المسافة. هروح على الداتابيز تولز ريليشن شيب، هنضغط على جدول الاب وادوس على اد او اضافة، جدول الابن وادوس اد او اضافة. لو ضغطت كليك شمال على اي دي فازر، رحت حطيته على اي دي فازر هنا ودوست على كرييت، فكده انشأ لي ما بينهم علاقة. عايز احفظها سيف. بس الاول كان المفروض ان احنا نملي التيبل جدول، هنا عمره مثلا 30، أب الثاني أحمد هنا عمره 35، أب الثالث علي هنا عمره 40. ماشي كده الأب خلاص، أعمل له سيف. أروح هنا عند الابن، مريم عمرها 10، هنا مثلا مصطفى عمره 20، هنا مثلا محمود وعمره 5 سنين. شايفين علامة الزائد اللي جنب اللي في الجنب هنا؟ دوسوا عليها. ايه اللي حصل؟ لما تيجي تدوس على علامة الزائد اللي في الجنب بيقول لي انت الابن اللي انت عايز تضيفه، بتضيف له ابن هنا اهو علامة الزائد. كده انا عملت علاقة ما بين الجدولين، ما بين جدول الاب وجدول الابن. هنا مش ظاهرة ليه؟ لان انا عملت علاقة ما بين الاب والابن، مش الابن والاب، لا ما بين الاب والابن. اول ما اروح عند جدول الاب شايفين علامه الزائد اللي ظهرت في الجنب، هدوس عليها فبيقول لي اكتب الابن اللي انت عايزه، اكتب ابنه اللي انت عايزه اهو، واكتب عمره، وهكذا. علامه الزائد الثانيه نفس القصه. فانا كده عملت علاقه ما بين الاب والابن. طيب تعالوا كده نتكلم على انواع العلاقات اللي عندي. عندي 3 أنواع من العلاقات. عندي علاقة اسمها الوان تو وان، هو الأب والابن، ما بين الأب والابن، يعني كل أب ليه ابن واحد، كل ابن ليه أب واحد، فدي كده نوع العلاقة وان تو وان. طيب لكل طالب كم مرحلة دراسية؟ كذا مرحلة ولا مرحلة واحدة؟ لا، ليه مرحلة دراسية واحدة، يعني الطالب بيقدر في السنة الواحدة يدرس في مرحلة واحدة بس، مش أكتر من مرحلة. طيب المرحلة الدراسية فيها كم طالب؟ فيها أكتر من طالب. المرحلة الدراسية فيها أكتر من طالب، فكده نوع العلاقة one to many. طيب العميل ليه كم منتج؟ العميل ليه أكتر من منتج. طيب المنتج ليه كم عميل؟ أكتر من عميل، فكده نوع العلاقة many to many. دي أنواع العلاقات. لو عايز أعمل علاقة ما بين جدولين لازم أول حاجة أحددها وأعرفها نوع العلاقات أو نوع العلاقة بتكون إيه.
طيب زي ما انتوا عارفين ادي نوع العلاقة اللي هو 1 to 1. طيب انا اول ما اقول لك اعمل لي قاعدة بيانات، اول حاجة بتفكر فيها ايه؟ تروح الناس تفتح الاكسس تشتغل؟ لا، اول خطوة بعملها علشان اعمل قاعدة بيانات اول حاجة بحدد الكيانات الاساسية، تحديد الكيانات الاساسية. يعني ايه تحديد الكيانات الاساسية؟ يعني هشوف انا عايز اعمل كام جدول. انا كده حاليا عايز اعمل علاقة، انا دلوقتي الكيانات الاساسية عندي ايه؟ الاب والابن، دي الكيانات الاساسية. فانا اول حاجة بعملها بحدد الكيانات الاساسية بتاعت قاعدة البيانات، دي اول خطوة. الخطوة الثانية تحديد خصائص كل كيان. دلوقتي اول حاجة، اول ما حددت الكيانات انا عند الاب والابن، طيب ايه هي الخصائص؟ خصائص كل كيان يعني انا عايز الفيلد نيم يكون ايه بالظبط، فدي اسمها الخصائص بتاعت كل فيلد او حقل. باول حاجة انا حددت الكيانات الأساسية اللي هو عند الأب والابن، ده كيان أساسي. طيب الخصائص اللي هي موجودة داخل الكيان اللي هو الفيلد نيم اللي هو اسم الحقل، اي دي فازر، فازر نيم، هنا فازر ايج، هنا في الابن الاي دي صن، الصن نيم، الصن ايج، والاي دي فازر، دي هي الخصائص بتاعت كل كيان. تالت حاجة بعملها بحدد حاجة اسمها البرايمري كي أو المفتاح الأساسي، تحديد المفتاح الأساسي. إيه هو المفتاح الأساسي؟ شايفين العلامة اللي ظهر في الجنب دي؟ هتلاقيه متعلم هنا من فوق على حاجة اسمها البرايمري كي اللي هو المفتاح الأساسي. الاي دي ما مسحهاش، لان الاي دي لو اتمسحت معايا هيبوظ لي كل قاعده البيانات، الاي دي بتفضل ثابته. فانا حددت ان الاي دي ده انا عايزه برايمري كي، انا كده شلت اللي هو علامه المفتاح. عايز احدده تاني، اروح احدد السجل واروح ادوس على برايمري كي، كده انا خليته مفتاح اساسي. هنا نفس القصه، خليت الاي دي صن مفتاح اساسي. طيب ايه وظيفه المفتاح الاساسي؟ وظيفته حاجتين، أول حاجة عندي نو نل، تاني حاجة عندي نو دوبليكيشن، نو دوبليكيشن. طب ايه نو نل وايه نو دوبليكيشن؟ نو نل يعني المفتاح الاساسي ما مش بعمل له مسافات، يعني زي كده الاي دي صن ما ينفعش اعمل مسافات ما بين الكلام الموجوده في المفتاح الاساسي. طيب الخاصيه الثانيه نو دوبليكيشن، يعني مش بيتكرر. يعني مش بيتكرر؟ يعني ما اقدرش اروح عند صف تاني او ريكورد تاني، سجل تاني، واروح اخليه برايمري كي. اهو اول ما رحت عشان اخليه برايمري كي كده اتشال من الريكورد اللي قبله، السجل اللي قبله. يبقى معنى كده ان المفتاح الاساسي مش بيتكرر، المفتاح الاساسي ثابت. يبقى وظيفة المفتاح الاساسي نو نال نو دوبليكيشن، يعني مفيش مسافات ولا مش بيتكرر. طيب احنا قلنا نوع العلاقة لو كانت 1 تو 1، 1 تو 1 ان انا بربط ريكورد واحد من هنا بريكورد واحد من التيبل الثاني، سجل واحد من هنا مع سجل واحد من جدول الثاني. طيب اما ان انا بربط سجل واحد من الجدول الاولاني باكتر من سجل في الجدول الثاني، ده اسمه one too many.
طيب بربط اكتر من سجل في الجدول الاولاني باكتر من سجل في الجدول الثاني، فده نوع العلاقه ميني تو ميني. طيب يبقى اول حاجه بعملها ايه؟ ان انا بحسس هي انا عايز الجداول اللي عندي ايه بالظبط. انا عايز جدول الفازر وجدول الاي دي وجدول الابن. طيب بعد ما حددت الكيانات هحدد خصائص كل كيان، يعني ايه اللي موجود داخل الكيانات دي، ايه اللي موجود. الاي دي صن، الصن نيم، الصن ايج، الاي دي فازر اللي هو الفيلد نيم اللي انا اقصده الفيلد نيم. بعد كده بحدد المفتاح الاساسي. قلنا ان المفتاح الاساسي عندي نو نل نو دوبليكيشن، يعني مفيش مسافات ولا بيتكرر. ده بالنسبه للمفتاح الاساسي. كويس خالص. انا بشتغل ازاي؟ اروح اول حاجه في وضع الديزاين فيو وابتدي اكتب اللي هو الشغل بتاعي ده كبدايه. بعد كده بروح على وضع الداتا شيت وابتدي احط البيانات اللي انا عايزها. شايفين العلامه من فوق دي؟ لو دوست عليها ودوست على حاجه اسمها ascending بيرتب معايا، اهو بيرتب معايا الجدول بتاعي. اهو انا حددته كله من فين؟ حددته كله ان انا دوست على العلامة في الجنب دي، دوست عليها ومن هنا اخترت ascending و descending بيرتب معايا الجدول بتاعي. هنا زي ما قلنا في حاجة اسمها لو دوست على نيو فبينشئ لي ريكورد جديد او سجل جديد. طيب لو دوست على سيف معايا ريفرش اول، دوست على حاجة اسمها ريفرش اول بيحذف لي اللي انا كنت واقف عليه. تعال نجرب تاني، بيرجعني او بيعمل زي تحديث لقاعدة البيانات. totals ده لو عايز اعمل، لو عندي ارقام عايز اجيب لها الجمع. count اللي هو العدد. ادي في دوال السم والافريج، لو دوست على السم فجمع معايا الحاجات اللي فوق. يبقى من فين؟ من total. بعد كده اختار ده اللي انا عايزه، دوست افريج جاب لي المتوسط بتاعهم بتاع اللي هو ريكورد اللي فوق اهو السم. ده من فين؟ قائمة هوم. وبعد كده بختار حاجة اسمها توتال. طيب السبيلنج بيعمل لي تصحيح تلقائي او تصحيح الاملائي للي هو التيبل اللي عندي، الجدول اللي عندي. طيب هنا فايند لو انا بدور على كلمة معينة، هنا ريبليس لو عايز استبدل الكلمة دي، جو تو برضو نفس القصة. انا دلوقتي واقف على ريكورد الاولاني، رحت دوست نيكست ودانا على اللي بعده، دوست نيكست ودانا على اللي بعده. طيب دوست على previous بيرجعني للسابق. طيب عايز اغير التنسيقات بتاعته من هنا اهو، ده نوع الخط، ده هي حجم الخط، ده هي بولد، ده لو عايز اميله، ده لو عايز احط خط تحت الكلام، هنا لو عايز اغير لون الخط، ده هنا لو عايز هايلايت او تسليط ضوء نفس الشكل اللي انتوا شايفينه، ده لو عايز اخلي الكلام المحاذاه بتاعته في المنتصف وهكذا. انا لو واقف هنا مثلا دوست على اللون ده برضه عمل لي زي هايلايت او تسليط ضوء. دي قائمه هوم يعتبر ككل، قائمه هوم بسيطه وسهله. كرييت احنا قلنا من خلالها بنشئ جدول، بنشئ استعلام، بنشئ فورم استماره، بنشئ ريبورت تقرير. ده قائمه كرييت. اكسترنال داتا لو عايز اعمل استرداد او عايز اعمل اجيب داتا من الخارج، يعني عايز اجيب داتا من الاكسل، ادوس على الاكسل. بعد كده فايل نيم اكسبورت داتا ويز فورماتنج، ادوس على اوكي سيف اكسبورت. لو عايز اصدرها اكسبورت معناه ان انا اصدرها سيف اكسبورت، بيحفظ لي التصدير.
وهكذا. هنا لو دوست على اكسس اهو براوز، بحدد المكان وادوس على سيف، طيب بي دي اف اور اكس بي اس. اكسترنال داتا هي معناها داتا خارجيه. هنا نيو داتا سورس، لو عايز اجيب مصدر داتا من الخارج من فروم فايل سواء كان اكسل او غيره. اما هنا لو عايز اعمل تصدير للداتا دي، الداتا تولز اللي انا بستخدم فيها حاجه اسمها الريليشن شيب اللي هي العلاقات او ريليشن شيب. واهم حاجه في الريليشن شيب احنا قلناها ايه؟ طيب ان انا لازم اتاكد، خلينا في وضع الديزاين، انا دلوقتي في في الجدول الاب، فانا عايز اربط جدول الاب بجدول الابن. لازم اول حاجه عند الاي دي فازر احطه زي ما هو في اخر ريكورد عندي، في اخر سجل عندي، عشان انا هربط ما بين الجدولين، فانا هربط ما بين الاب والابن مش ما بين الابن والاب، عن طريق حاجه اسمها ريليشن شيب اللي هو العلاقات. طب انا واقف هنا في حاجه اسمها انسرت لو رو، لو عايز اعمل ادراج لصف، طب ديليت رو بيحذف لي الصف ده. حلو خالص لحد الان، زي ما قلنا ده اللي هو الريليشن شيب اللي هو العلاقات، ده ليه برنامج الاكسس كفاوندمنتال، كاساسيات، اساسيات لبرنامج الاكسس. طيب في ناس بتقول لي انا مثلا معايا العمله، احنا قلنا ان العمله كرنسي حلو خالص. طب انا عايز اغير العمله بتاعتي، شايفين في حاجه من تحت اسمها فورمات، حاجة اسمها فورمات، من خلالها بغير العملات بتاعتي. أي. هنا الديسيمال ليسز اللي هو الأرقام العشرية وهكذا. طيب ده بالنسبة لي اللي أنا كان المفروض أشرحه النهاردة للناس. طيب وكان المفروض نشرح أكتر من كده، بس أنا بعتذر للناس، أنا كان معايا ظرف، فهضطر ان انا انهي محاضرة النهاردة. المحاضرة الجاية عشان الناس برضو يكون عندها علم، اللي هتشرح ايه؟ هيتشرح اللي هو الجزء الجنرال، يعني دلوقتي انا واقف هنا هنشرح كل الجنرال اللي من تحت دي، يعني ايه فورمات، يعني ايه كابشن، يعني ايه اندكسد، اهو هنشرح دي بالكامل، يعني ايه انبوت ماسك، يعني ايه فيلد سايز، يعني ايه ديفولت فاليو ريكوايرد، كل ده ان شاء الله هنشرحه بالتفصيل المحاضره اللي جايه. يعني في محاضره، في محاضره ان شاء الله هنشرح فيها جزء الجنرال بالكامل، عشان برضو يكون اخذنا كل ما يخص برنامج الاكسس. طيب حد عنده سؤال لحد الان؟ تمام. اولا انا بعتذر من الناس ان احنا خلصنا المحاضره بدري، بس احنا يعتبر شرحنا اللي احنا كنا عايزين، يعني المحاضره بتاعت النهارده بسيطه، فانا محتاج الناس بس تعرف ازاي تعمل علاقه ما بين جدول والتاني، لان اللي هيجي بعد كده المحاضره الجايه بالكامل مبنيه على محاضره النهارده، فمحتاجه تركيز مني ومحتاجه تركيز منكم انتوا برضو، لان احنا هنربط كل اللي احنا عملناه في المحاضرتين اللي فاتوا بالمحاضره الجايه ان شاء الله. تمام؟ تمام. طيب أنا أشكركم وأتمنى إن محاضرة النهاردة كانت بسيطة. طيب أتمنى الناس برضو تراجع التسجيل إن شاء الله. وبإذن الله إن شاء الله بإذن الله يبقى شرح بسيط على الناس، ما يكونش فيه صعوبة، واللي عنده أي سؤال يبعت على الجروب أو يبعت لي، وإن شاء الله خير يعني. أشكركم مرة تانية. شكرا يا هندسة. السلام عليكم.